انضم إلينا أيضا من دمشق عبر سكايب فراس الخطيب الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا. أهلا بك سيد فراس إلى نشرة الخامسة. يعني كانت هناك مهمة تقييم للأمم المتحدة في درية، أبرز مشاهداتكم في هذه المدينة المحاصرة منذ أكثر من 3 سنوات. طبعا لقد زار وفد من الأمم المتحدة في 16 نيسان أبريل الجاري، وطلع بشكل كثيف عن وحثيث على الأوضاع الإنسانية هناك، وقد قيم الوضع بأن سكان المنطقة بحاجة ماسة لدعم إنساني، مثلها مثل كثير من المناطق الصعبة الوصول أو تعيش حالة حصار. نعم، طيب ما المبرر الذي يقدمه النظام للأمم المتحدة لكي يمنع دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى السكان؟ في 21 من الشهر الجاري تم تقديم طلب رسمي لدخول المدينة ومدها بالدعم الإنساني، ونحن بانتظار الجواب ونأمل أن يتم قريبا، لأن وضعنا درية في خطة الدعم الإنساني للشهر القادم شهر أيار مايو، من أجل أن يتم بأسرع وقت إيصال مساعدات إنسانية وهم بحاجة ماسة لذلك. يعني ذكرت بأنهم بحاجة ماسة سيد فراس، لكن هي ليست المرة الأولى التي تتقدمون فيها بطلب لإدخال مساعدات إلى سكان درية. الطلبات السابقة هل تم الرد عليها؟ داخل سوريا هناك أكثر من 18 موقعا محاصرا، ويعيش 4.5 مليون سوري في مناطق صعبة الوصول أو محاصرة، وهم جميعهم بحاجة ماسة لدعم إنساني، وقد استطعنا منذ بداية هذا العام الوصول إلى أكثر من 600,000 إنسان في هكذا مناطق. نعم. والخطة أن يتم الوصول إلى أكثر من 1,200,000 خلال 6 أشهر الأولى أو بأسرع وقت ممكن، وقد وضعنا درية في خطة شهر مايو. طيب، يعني برأيك هل يستطيع سكان مدينة درية الصمود لفترة أطول حسب تقييمكم للوضع داخل هذه المدينة؟ لا أستطيع التكهن بالنسبة لي، يعني هم طبعا يعيشون في هذه الحالة منذ مدة طويلة، وآمل أن نستطيع الوصول إليهم بالوقت المناسب لكي نقدم الدعم الإنساني والإغاثي المطلوب. أنا أشكرك فراس الخطيب الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من دمشق.